احد الاخوات بعثت لنا برساله، جاءت المخرج يعطيني اياها تو بوكس، شرت لهم احد الاخوات وانا شاكر لها على تعاونها معانا، شرت اجهزه ميني لليهال اساس اليهال يستانسون، فقالت له نزل لي برامج الالعاب على اساس انه يستانسون. نزلت البرامج كل شيء تمام، تقول ابو احمد كل شيء تمام. واحد من اليهال مودي حق امه، يمه شنو هذا؟ ولا احد البرامج التطبيق الموجود فيلم موقع اباحي اللي احنا عاملين اكس عليه، ولو راويكم الصور شيء يفشل، شيء يخجل منه. راحت الام انقهرت على عيالها وتبي مصلحه المجتمع وتطبيق المواطن، راحت مخفر خيطان، قالت لهم يا مخفر خيطان رحت حق محل فلان الفلاني ونزل لي تطبيق وواحد من هالمواقع والتطبيقات خادشه للحياه ما يجوز. قال ايش تبون نسوي؟ ايش تبون تسوون؟ تناديه وتتاكد انه هو نزله وتعاقبه على انه نزل موقع اباحي وهو ثابت عليه. ايش تسوون؟ ملينا من المخافر انها ما تشتغل، ملينا من المخافر انها ما تتعاون المواطنين، وزارة الداخلية تقول كل مواطن خفير وشوفوا شو يروح الداخل. هناك ظاهرة مو زينة في المخافر. انا مواطن من حقي اشتكي، تقول ما مو اختصاصنا، منو اختصاصي؟ اروح لمنو؟ وزارة التجارة؟ صباح الخير يا وزارة التجارة. اروح البلدية؟ صباح الخير يا بلدية. اذا المخفر يقول انا مو اختصاص، منزل موقع اباحي. أتمنى من وزارة الداخلية إذا أحد من المواطنين اشتكى على مثل هذه المواضيع تتدخل، مو اللي قاعد في المخفر خيطان قال أنا مالي شغل. لكن شو أقول؟ أكتفي. تبون عوار قلب أكثر؟ نكتفي. باكر خميس وجمعة بترتاحون مني وأرجع لكم السبت. باجي